كانت هذه السيدة المعمرة صبية صغيرة وقت أن أجبرت على الهجرة مع عائلتها من بئر السبع جنوبي فلسطين إبان نكبة عام 48 حتى استقروا في محافظة الشرقية. تاريخ طويل لا تزال تحتفظ به ذاكرة الحاجة شمة ذات 9 عقود وتعلمه لأحفادها. إجت الطيارة رمت قنابل، رموا قنابل عليه على بئر السبع ده. لما هم رموا قنابل والولعة قامت في الناس وفي الحتة، قام الناس الكبار أهالينا قالوا لا، الذي راح يصير حرب ونسيبه، سابوا المكان ده وطفشوا بينا. وكانت هذه الأرض ملكا لأحد أثرياء محافظة الشرقية الذي قرر استضافة عشرات الفلسطينيين المهجرين من قبيلة النامولي فيها. بمرور السنين أسسوا عليها قرية حملت اسم صاحبها الأصلي. هكذا تحولت جزيرة فاضل إلى مجتمع فلسطيني على أرض مصرية. اختار الوالد المكان الفسيح علشان يلم قبيلته معاه في حدود 40 أسرة أو 300 فرد، جابهم هنا في جزيرة فاضل وقعدوا أول من جلسوا وعمروا وزرعوا في جزيرة فاضل. لم ينسوا وطنهم ولم يتخلوا عن حقهم في العودة، يحتفظون بعاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية ويتوارثونها، يحرصون على التواصل مع أصدقائهم وأقربائهم الفلسطينيين والوجوه البارزة في الجالية الفلسطينية بمصر. رغم بالفعل مرور 70 سنة ويمكن صار فيه أكثر من جيل، كلهم متمسكين بالوطن وبحق العودة وبيعرفوا قراهم اللي اجوا منها وبيعرفوا قبائلهم. أكثر من 3000 فلسطيني يسكنون جزيرة فاضل. الزراعة والرعي وتدوير القمامة هي أنشطتهم الرئيسية للصمود في مواجهة أعباء الحياة. قد لا تختلف مظاهر الحياة في جزيرة فاضل عن أي قرية مصرية، إلا أنها تشكل حالة فريدة بذاتها، فجغرافيتها المصرية وتراثها الفلسطيني يقدمان مزيجا ديموغرافيا نادرا يعكس تناغم المزاج العام للشعبين المصري والفلسطيني. أحمد مهران، سكاي نيوز عربية، من جزيرة فاضل بمحافظة الشرقية.